أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة التاسعة تي في في موعد جديد من هنا الآن. مجالاتكم الإخبارية اللي نحاولوا من خلالها وأن نكونوا ديما في قلب الحدث وفي الواقع التونسي وفي مشاغلكم في متابعة لها، إن شاء الله نوفق أكيد في ذلك. هذا علاش خلينا نمشيو تو دفيت نكتشفوا أهم العناوين لليوم. الميدعاء، هل يمكن أن تكون مصدر للتمييز بين التلاميذ في المؤسسة التربوية التونسية؟ أكثر تفاصيل بعد شوية وقدم معنا. الانتخابات البلدية، لما التأجيل؟ لما التأخير؟ هل من أطراف سياسية تعمل على تأجيلها وتأخيرها؟ هذا الكل بعد شوية بأكثر تفاصيل أيضا مع ضيوفنا. الإجراءات الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ما مدى واقعيتها ونجاعتها؟ في قراءة لوزير المالية السابق سيد حكيم بن حمودة بعد قليل أيضا. مرحبا بكم مرة أخرى، ونحب نرحب بضيفي الحاضر بحذية اليوم في الاستوديو سيد رشيد بن عثمان، رئيس رابطة الدفاع عن اللايكية والحريات. مرحبا بك. عايشك، مرحبا بكم. شكرا لك على قبول الدعوة. أنت بحذينا باش نتحدث على الحملة اللي قمت بها على الفيسبوك، وهي تقول حملة منديلة للكل وإلا الكل بلاش. فوالا، لكن قبل ما نتحدثوا شويه على الحمله هذه، قبل ما نكتشفوا شويه الموضوع هذايا، حبيت نحكيوا شويه على لافوتو دو جور اللي استرعاد اهتمام التوانسه اليوم على المواقع الاجتماعيه. هي صوره لشرطي، شرطي مرور في صفاقس تحديدا، كي كثرت عليه الامطار وغيره ما خلاش الواجب نتاعو والمهنه نتاعو هي تسهيل حركه المرور ونحس باتو وكمل الخدمه نتاعو وهو حافي القدم. نحب نرحب بالسيد محمد نجيب البناني، عون الأمن، صاحب هذه الصورة الجميلة واللي هي غاية في الرقي وقيمة مهمة جدا. مرحبا بك سي محمد نجيب. السلام عليكم، نهاركم زين، أهلا وسهلا. عايشك يا سيدي، شكرا لك. فسر لنا شنو صار اليوم حتى لين أصبحت نجم المواقع الاجتماعية اليوم؟ أنا بطبيعتي أي واحد في موقع يؤدي في واجبه على أكمل وجه بطبيعته هو النجم. أي هو أي بطبيعة الحال الوحدة التفاني والإخلاص في العمل هو بطبيعته نجم. وأي إنسان من واقعي ثم شكون خير مني راهو في هكاك وثم الأحسن مني، لكن الإنسان هو الحقيقة الأمر اللي كثرت الأمطار هذيك الصباط نتاعي تقطع وفرد منهم هز الماء. ما راني اللي يلزمني نواصل المهمه نتاعي يا اخي، هناك حسابات نتاعي انا نروح نطيب الخدمه نتاعي، لا الماء برشا هذيك نعدي صغار، نعدي الكهول، نعدي نتاع الكبار، نعدي السيارات. يا اخي نحن شعارنا مش هو الامن في خدمه الشعب ولا نحو الشعار هذا؟ صحيح. دونك فرده من الصباط هزها الماء والفرده الاخرى قعدت في سقيك وليت ناحيه مزوق ناحيه فرده اللي قعدت. نحن هو نكملوا نواصلوا الخدمه نتاعتنا، نواصلوا نحن في خدمه شعارنا. لا الملازمة والتابع واحدة تدخل في الساقس قدام ساكن الساقس. نعم، برافو عليك يا سيدي. احنا حبينا معناها خاطر الصوره هذه غايه في الرقي وفي تثمين قيمه العمل، دونك حبينا نشكروك على طريقتنا على الاقل بان نشكروك ونقولوا السيد هذا اسمه محمد نجيب البناني وهو عون امن واصل عمله رغم الامطار الغزيره وسهلت حركه المرور على المواطنين. بعد قالوا لي تفاعل والي الجهه واعطاك بوت. شكون؟ والي الجهه يبدو انه تفاعل معك واعطاك بوت. لا ماهوش ولي الجهه. ماهوش ولي الجهه. لا ساعات ينفش معتمد المدينه. نعم. ما نعرفش هذاك مساهمه منه ولا لشيء، انا لا هو ولا غيره. قلت لا مانيش مستحق لاي حاجه، انا نادي واجبي ما نستحقش حتى الحاجه. انا ما دامني شمرت على الصاعد نتاعي صاحب قلت لا نخدم البلاد هذه ومانيش نستنى في حتى واحد. انا شجعني واحد كيفكم انتم تطلبوني تشجعوني، المواطن كي يشكرني يشجعني يزيد فيا علشان انا في خدمته. نعم. طاب علي اجر وما عنديش مزيه، وكان كل واحد من موقعه في البلاد هذايا يؤدي واجبه ويخلص في العمل نتاعو، احنا تاكدي من ذلك يا اختي العزيزه نقول خير من يبعث.
بالفعل. شكرا لك سي محمد نجيب البناني، بالتوفيق لك يا سيدي في خدمة الشعب، في خدمة الوطن، في خدمة الأمن. وانت قلت يزيدني انكم انتم تكلمونا، حتى احنا هذايا واجبنا ان وقت اللي نراو نقطة مضيئة الا ونتحدث عليها. شكرا لك سي محمد نجيب البناني. نعود نرجع على ضيفي في الاستوديو سيد رشيد بن عثمان، كان تحب تعلق على موقف سي رشيد، على موقف سي محمد نجيب. قايم بواجبه لأكثر الأقل، مشكور بالفعل. على بالفعل. خلينا نتحدث دونك بعد شوية على الأكسيون اللي عملتوها على انترنت، لكن قبل خلينا نشوفوا التقرير هذا. راي تلامذة في الفكرة هذه متاع يا نلبسوا الكلنا تبالي يا الكلنا بلاش تبالي. نتفرجوا في التقرير هذا، راجعين توتفيد. منديلا للكل ولا الكل بلاش منديلا، هي حملة أطلقتها رابطة الدفاع عن اللائكية والحريات، دات من 27 سبتمبر لغاية 1 أكتوبر، وجاد ضد التمييز اللي من شأنه تقوير مبدأ المساواة بين الجنسين. التلامذة اليوم كيفاش يشوفوا الدعوة هذه، وهل إنهم مع منديلا للكل ولا الكل بلاش منديلا؟ أنا مع الحكاية اللي ما يلبس حتى بلاي للبنات للولاد، هكاك نحسها راسيست شويه الحكايه، البنات يلبسوا طبلاي والولاد لا. فرق كبير ما بين المراه والراجل، معناها مانيش كيف كيف، ما تقارنوهاش. البنات يلبسوا الولاد بتبيع عليها، تصورني انا كيف بلاحيت حتى ما عنديش لحيه مازال، فهمت، ما كملتش، لبس شي طبلاي ما يجيش عيب. الولاد معناها ما عندهمش ما يخبيوا، البنات لازمهم يلبسوا من هذا القدر وكل. انا مع انه البنات والاولاد زوز ما يلبسوش طابليات، خاطر ما همش خير منا، خاطر احنا بلاد، فهمتني، المساواه بين المراه والمراه معناتها عملوا لنا في حاجات وفي حاجات اخرين لا، يعني حاجات حرام وحاجات حلال. البنات الاغلبيه هما لازمهم يلبسوا طابلي، اما فما شكون ما يلبسهاش. علاش البنات لازمهم والاولاد لا؟ خاطر مش كيما الولاد مش كيما البنات، يا نلبسوا زوز مع بعضنا يا نحيوا زوز مع بعضنا، على خاطر فمش مساواه، معناها كيف ما يعطينا الطبليه للبنات لازم زيد حتى الولاد يلبسوا طبليه كيفنا. ما فماش ديفيرونس انت لو دو، معناها عادي كي طفله تلبس كيما طفل يلبس، شنو الفرق بيناتهم؟ معناها مادام نقراو في ليسي طفله تلبس الطفل لازم يلبس زيد. إذا كانت دعوات الناشطين على الفيسبوك جات من منطلق المساواة بين الجنسين، فإنه آراء بعض التلامذة ما زالت تكرس النظرة الذكورية في المجتمع، فهل تنجح الحملة هذه في تحقيق هدفها؟ شكرا لزميلنا فؤاد بوفتح في تأمين هذا التقرير. نرجع لك سي رشيد، وكما شفنا الأفكار والأراء مختلفة حتى من طرف الشباب اللي مازالوا يقراوا في الليسي. صح، سيت واحد ريبورتاج ريفيلاتور نقول انا في هم لخصوا تقريبا الموضوع الكل. نقول بصفة عامة الانيغاليتي، معناتها مش عدم المساواة، عدم المساواة ولا شوف ما تلا رأى البنات وأرى الأولاد مختلف. يعني تحسبها نسبياً قديش واحد يمكن قال نقبل، الأغلبية الأولاد اللي سناهم قالوا لا يلزم. دونك شوفوا هنا الخطوره وين، معناتها انتم الفكره كيفاه جاتكم؟ هل انه كانت فكره نتاع تلاميذ، مجموعه من التلاميذ؟ لا لا، هو الموضوع راه تطرح مش من سنه، تطرح من عام 2011 الموضوع هذا، فهمتني، وتعاود كل عام يتعاود نفس الشيء، واخيرا فهمتني سنه تم ناشتين سوني بن عبد الله ادريس دونك اترافير ان ارتيكل. دونك الشيء هذا قلنا يلزم ستوب، يلزم يقف، فهمتني. برشا ياخذوا الامور معناتها بامور يقول لك عاديه، لا انا نرى معناتها اخطر منه ما ثماش. دونك يلزم تكريس المساواه في عقليه التوانسه وخصوصا في عقليه الاولاد. راهو ما ثماش فرق راهو بين طفله بين ولد، كان معناتها من الصغر براتيكمون باش يخمم هو هما يبدو حسب قانون انه من الابتدائي تبالي، في الكوليج زاد البنات والاولاد يلبسوا تبالي، ومن بعد التغيير يولي في الليسي في الاربع سنوات اللي قعدوا في الثانوي، يولي الاولاد يلبس والبنات يلبس. يا نحل الكل يا هو يبدو زاد انه الفكره كانت بالوضع هذا نتاع التبالي انه ما تكونش فما فوارق اجتماعيه واضحه اللي عنده واللي ما عندوش اتسيتيرا. دونك خمتوش زاد في فكره لونيفورم، ربما يعني البعض قد يقول لك خير بالطبليه احسن على خاطر حتى اللي ما عندوش
ما يظهرش واللي عنده ما يظهرش. شوف لينيفورم راهو ينجم يسبب اشكالات اخرى. خاطر نعرفوا لينيفورم نجم يكون يتكلف. فهمت برشا عائلات ما تقدرش تعمل لينيفورم زاد فهمت. على الاقل الطبليه نجم متناول للجميع. اذا كنا مشينا في الطبليات. وعلى ذكر قلت لي المعاهد الثانويه علاش لي سي بيلوت كلهم البنات ولاد يلبسوا طبليات. دونك القادسه دي الفكره هذه حاولتوا تتصلوا بالوزاره مثلا تنسقوا معاه في هذا الاطار؟ حاولتوا تحكيوا مع التلامذه المعنيين بالامر تاخذوا ارائهم؟ التلامذه لقاوا ضغوطات من ناحيه المدير المعهد نحكي البنات ضغوطات كبيره حتى تهديد من بطرت فهمتني على ذكر كيما معهد المنزه التاسع الشراوي تقريب جاني اخبار كونه سمعت كونه نبت على البنات يطردوا تقريبا كاريمون واستغرب انا ذي شيء يجي ما عند امراه معناتها دونك المفروض هي تدافع على المساواه في المعهد نتاعها بين البنات والولاد. ولكن كمدير مؤسسه تربويه يقول لك هي لازمها تطبق ملزمه تطبق القانون. نعم اسمه عمنا السي ناجي جلول وزير التربيه صرح بصريح العباره قال كونه المنديله للبنات والولاد. يندرى انا نسال هنا كونه المدير المعهد ياخذوا في اجراءات من رؤوسهم وحدهم ولا ثم برشا تجاوزات نراها انا من جانب المدير المعهد ما نعرفش شنو الغايه نتاعهم. طيب انتم في الحمله اللي اطلقتوها سي رشيد قلتوا انه البنات يمشيوا بلاش تبالي طالبتوا قلتوا اذا كانت اذا انتم مع الحمله هذه يا بنات امشيوا بلاش تبالي وانتم زاد الاولاد كان تقتنعوا بهذه الحمله البسوا الطبليه معناها مسانده يعني ولا مسانده البنات اللي يلبسوا بالضبط هذه علاش باش شنو لقيتوا بنات نحاو لقيتوا ولاد لابسين تبالي؟ لا كيما قلت لك ثم بنات نحاو ثم البنات نحاو حبوا يدخلوا بلاش لكن ما خلوهمش تطبيقا للقانون به ولا ربما القانون الداخلي في تلك المؤسسه. شنو رايكم في الناس اللي قد تقول شنو الموضوع هذايا ويقراوا بطبليه ولا بلاش شنو المشكل وسي ان فو بروبليم سي ان بروبليم دو فون عمره ما كان ان فو بروبليم سي ان بروبليم دو فون معناتها مشكل مربوط بالمساواه بين الذكر والانثى. إذا كان نرسخوا احنا عقلية عدم مساواة امرأة وراجل لزمها كما سمعنا توا في الروبورتاج يعني شوف مثلا لا ريكسيون نتاع الأولاد معناتها شيء أسف شنو المجتمع اللي نخلقوه من بعد احنا فهمتني مجتمع ذكوري بامتياز. لقيتوا جمعيات أخرى تتبنى هذه الفكرة تعاونكم في لا ما لقيناش ما تحسش اللي ربما العمل نتاعكم كان محدود في اون باج فيسبوك في ان بتيت ايفينمون هي تبدا منطلق انتم عملتوه من 26 سبتمبر حتى ال لا حتى المفروض ذاك مش يتمادى الى ان يطبق القانون عندنا فهمت القانون واضح وصريح راهو ما يجيش مدير مؤسسه يقول لا البنات لا بليتو الاولاد يلبسوا البنات لا فهمتني. شنو الهدف توا من هذه الحمله؟ شنو هدفكم؟ معناها عملتوا دي زوبجيكتيف من هنا لاخر العام من هنا لشهر اخر شنو الاهداف نتاعكم من وراء هذه الحمله؟ هو طرح الموضوع في حد ذاته بدايه فهمتني؟ تطرح كما قلت لكم الموضوع قبل لكن فماش تواصل لكن ما رضيش هذه صعيب باش نواصلوه مانيش واقفين الى ان يطبق القانون لاكثر لا اقل فهمتني وكيف يطبق القانون معناها الهدف نتاعكم هو تطبيق القانون سافوار القانون لا يلبسوا تبالي القانون نحكي عليه مش قانون القانون الداخلي نتاع المعهد لا قانون تكريس المساواه بين البنات والولاد فهمتني. كيف جاتكم هي الفكره اصلا؟ لانه البعض يعتبروا انه حاجه عاديه ما يسالش هي تدخل في نطاق كما قلت تدخل الفكره نتاع انه قلتوا معناها انتم فقتوا انه هناك تمييز تكرسوا المؤسسه التربويه معناها من الصغرى بالضبط التمييز يبدا موجود على ايه اساس النوع الاجتماعي ويشجعوا فيه ايه حتى المسؤولين معناتها المعاهد هم يشجعوا في طيب واضح جدا. خلي ناخذوا معنا بالتليفون السيد كمال الحجام مدير عام المرحله الاولى من التعليم الاساسي. سي كمال مرحبا بك. مرحبا بك اهلا وسهلا بك وبكافه المشاهدين والضيوف. شكرا لك على قبول الدعوة والمداخلة الهاتفية. حابين نسألوا على نقطة واضحة جدا وهي الميدع في علاقة بالتلاميذ في الثانوي. اسكو سون اوبليجي باش يلبسوا الأولاد الميدع وإلا لا؟ والبنات هل هن مجبرات على ذلك أيضا وإلا لا؟
وزارة التربية أصدرت في افتتاح سنة دراسية قبل ما تنطلق السنة الدراسية منذ بداية شهر سبتمبر مذكرة إلى كافة السادة المندوبين وإلى مديري المؤسسات التربوية في الابتدائي والإعدادي، تؤكد فيه على إجبارية ارتداء الميدعة لكل التلميذات والتلاميذ على حد سواء. لم تختار وزارة التربية للون ولا الميدعة كيف تكون، ولكن أكدت على إجبارية ارتداء هذه الميدعة. وفي الواقع هذا الارتداء يتفسر معناها بزوز قرائن، قرائن تربوية باعتبار أنه كل التلاميذ يكون عندهم نفس الزي، ثم تعزيز لروح الانتماء للمؤسسة، ثم تعزيز متاع روح متاع تعاون، ولكن أيضا لغاية أمنية، وأننا نريد أن نرى كل التلميذات والتلاميذ في لباس الميدعة بشكل يسهل على يعني المشرفين على المؤسسة التربوية تحديد ربما بعض الأطراف الخارجية التي قد تتسرب إلى داخل أسوار المؤسسة التربوية وتنجم تعمل لنا إرباك في سير اشتغال المؤسسة. بالفعل في هذه النقطة إذا كان الهدف هو أمني وممكن المحافظة على المؤسسة التربوية من العناصر الخارجية، الأولاد كيبداو مش لابسين ميدعة صعب تفريقهم. أي شخص لابس مريول وتجيني نجم يدخل المؤسسة التربوية ويسخيلو تلميذ، في حين أنه كيكون لابس الميدعة ربما قد يكون هناك حماية أكثر للمؤسسة بالمنطقة اللي كنت تتحدث عليه سيادتك سي كمال. بالضبط، هو البناء التدريجي، ما تعرف نعرف اللي احنا توا في بداية الإصلاح التربوي إن شاء الله، بناء التدريجي. احنا منذ السنة الدراسية الفارطة كان ارتداء الميدعة إجباري في الابتدائي، هذه السنة بصريح العبارة في الابتدائي والإعدادي. إذا كان تكرست هذه العادة وأصبح تقليد راسخ لدى كل تلامذتنا من البنات ومن الأولاد، سنمر إن شاء الله في السنة الدراسية القادمة إلى تكريس هذا اللباس، أيضا لباس الميدعة اللي تحمي التلميذ في أيضا المرحلة الثانوية بالنسبة للأولاد وبالنسبة للبنات على حد سواء وبدون تمييز يعني لجنس على الآخر. طيب سي كمال، معناها انتوما بداية من السنة المقبلة باش يوليو الأولاد والبنات يلبسوا ميدعة طبلية في السكوندير. إن شاء الله، إن شاء الله هذا التمشي اللي احنا ماشيين فيه إن شاء الله. بهدف إلغاء هذا النوع من التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وإلا بهدف الحماية والمحافظة على تلامذة اللي في المؤسسة التربوية. الأهداف أو الرهان من هذا اللباس، لباس الميدعة، هو أن كما قلت لك نعزز روح ويعني الشعور بالانتماء للمؤسسة، وأنه نعزز فيهم أيضا المساواة بيناتهم، وأنه نخليهم بطبيعة الحال يكون التعاون بيناتهم بدرجة أكبر، كما نشاهد فريق كرة قدم وفريق كرة اليد. يعني اللباس الواحد بالنسبة للمجموعة المرجعية الواحدة تعزز روح الانتماء، وكذلك أيضا لحمايتهم الأمنية من الدخول كما قلت الغرباء اللي مع الأسف في بعض الأحيان قد ينجم قد يعني يتسلون إلى القانون في هذه النقطة. سي كمال كانت واضحة لنا في هذه النقطة بالذات، هو مجبر التلميذ في كل مراحل التعليم الابتدائي والأساسي والثانوي على ارتداء الميدعة هذه البنية والوليد. طبعا هو الإجبارية، لكن كانت هناك معناه كأنه عادة أنه الأولاد ما يلبسوهاش كي يدخلوا للسكوندير هكا. لا، هو ربما ثم يعني تقليد قديم جدا، يعني ثم ربما نوع من الـ من الـ من التقليد القديم اللي يعود الى اكثر من 20 سنه. في وقت من الاوقات كان ارتداء الميدعة بالنسبه للبنات اجباري في المرحله الثانويه، ولكن ترك للاختيار بالنسبه للاولاد ابتداء من السنه الدراسيه الفارطه. نحن بصدد اعاده النظر في مذكراتنا التنظيميه والترتيبيه لاشتغال المؤسسات التربويه، وبدينا نصروا في المذكرات في هذا الجانب في كيفيه اجباريه يعني ارتداء هذه الميدعة بالنسبه للابتدائي لكل التلاميذ بناتاً مع أولاداً، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية بنفس الطريقة أيضاً، وستكون في المرحلة الثانوية أيضاً بنفس الطريقة. ناهيك أختي أنه ما ننساوش اللي في المرحلة الثانوية أنه التلميذات والتلاميذ أولاداً وذكوراً وإناثاً في بعض الحصص خاصة في المجال التطبيقي مثل سلك التقني إلى غير ذلك، هما مجبرون بطبيعة العمل المتاحب بشرطة دول الميدعة البيضاء في الحالة هذه. يعني بداية من السنة المقبلة ستصبح الميدعة لازمة للتلميذ والتلميذة في كل مراحل التعليم في في المرحلة الثانوية أيضا. طيب جدا، ما الذي يمنع من أنها تبدأ تطبق من سنة؟ هو احنا لما تو نشوف المؤسسات التربويه نتاعنا في المرحله الثانويه نشاهدوا العديد من تلميذاتنا والعديد من تلامذتنا اللي يرتدوا بصفه اختياريه
لأنه هذاك شعور كما قلت الانتداء إلى غير ذلك. ولكن ربما لجعل الميدعة هذه ترتدى بشكل يعني إجباري لكل التلاميذ سيصدر نص في ذلك إن شاء الله. وككون كل مراحل التعليمية متاعنا وكل تلامذتنا يرتدوا نفس الميدعة ليشتغلوا بنفس الزي. نعم واضح جدا. سي كمال الحجة مدير عام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بوزارة التربية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. تعليق لك ونختم معك سي رشيد. يعني كلام تعويم كلام مش معقول نراه غير إيلوجيك فهمت ومتناقض في نفس الوقت. تفكيره هو سيد مدير العام مش عارف شنو معناته مركز على الميدعة كوني من باب تكرس الانتماء وتكرس الحفاظ على سيكوريتي بالضبط يعني كرس. لكن الناس اهم نقطه أي. نقطه المساواه بين المراه وبين الراجل هذه هو هذا هو شنو تنجم تقول في كلمه اخيره للناس اللي تفرج فينا توا والا اللي ينجموا يدخلوا للباج فيسبوك؟ ايش باش نقول؟ قال باش يعملوا المنديله اللي بالنسبه اللي يعموها عام جاي والسؤال طرحت وانت علاش مش سنة طبيعي علاش مش سنة. ولذا ايش نقول؟ نقول للبنات بما انه باش يطبقوا المنديله على الاولاد على الناس كل عام جاي حتى نعم. البنات تحي المنديله كيف طيب طيب جدا. شكرا لك سي رشيد عثمان رئيس رابطه الدفاع عن اللايكيه والحريات على قبول الدعوه لحضورك معنا على التوضيحات اللي قدمتها لنا. تجيت نمشي نكتشفوا موضوعنا الثاني. انتخابات تشريعية ثم رئاسية في أكتوبر 2014، يأتي اليوم تحدي جديد أمام تونس وهو الانتخابات البلدية اللي ستواصل التأسيس لمسار ديمقراطي كما أراده الشعب في البلاد. انتخابات بلدية ينتظرها التونسيون لتنظيم العمل الجهوي والمحلي في مختلف الجهات. انتخابات من شأنها تقليص عديد الإشكاليات المتعلقة بالبيئة والتنمية وتعزيز البنية التحتية. فهذه الانتخابات ستجعل صوت المواطن في مختلف ربوع البلاد مسموعاً أكثر عند حكومة القصبة. لكن إلى حد اليوم لم يتضح بعد التاريخ النهائي للانتخابات البلدية نظراً لتأخر المصادقة على القانون الانتخابي الذي سيمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مباشرة عملها بشكل مهيكل. إلى جانب القانون البلدي ما زال إشكال المسح الترابي وتعزيز البلديات في جهات داخل العمق التونسي مطروحاً لتتمكن بدورهم من حقهم في الانتخابات. ينضاف إلى هذه المشاكل المعرقلة لإجراء الانتخابات في مواعيدها الاستقرار السياسي والاجتماعي مع مواصلة مختلف الكتل النيابية داخل مجلس نواب الشعب اتهام بعض بعرقلة مسار الانتخابات. ليتعمق الخلاف أكثر بعد إثارة موضوع أحقية الأمنيين والعسكريين بالمشاركة في هذه الانتخابات. يتم الاقتصار على الانتخابات البلدية والجهوية دون غيرها، ويتم الاقتصار أيضا فقط على الأمن دون العسكر، وهذا في اعتقادي حد أدنى من التوافق. كل الكتل النيابية مشات في التوجه هذا باستثناء كتلة النهضة. دعونا جهة المبادرة أن تحدد موقفها النهائي وتعريضه على الجلسة العامة، هذا ما نريده. لكن البعض وسمعنا تصريحات غريبة يعني على أمواج الأثير في بعض الإذاعات أنه في صورة يعني تنجز الانتخابات في المرحلة القادمة سيتم إهداء كل البلديات لحركة النهضة. 24 ولاية و350 بلدية و10 ملايين و982 ألف و754 تونسي ينتظرون الانتخابات البلدية اللي من المقرر تكون في مارس 2017، ولا يعلم أحد هل هذا التاريخ ممكن أو لا. شكرا لزميلتنا خولة بن قيس على هذا التقرير اللي اعطانا فكره على الانتخابات البلديه هل انها باش تتم في تاريخها ولا لا. في الموضوع هذا نرحب بضيفي السيد معز بوراوي رئيس جمعيه عتيد لمراقبه الانتخابات. مرحبا بك. بيك اكثر ماشي. شكرا لك على قبول الدعوه لحضورك معنا. خلينا نتحدثوا شويه فعليا واقعيا، هل تنجم تصير الانتخابات في مارس 2017 الانتخابات البلديه اكيد والا لا؟ لا الجواب قطعي تو ما عادش في جدل اصلا. يظل لي حتى موقف الهيئه العليا المستقله للانتخابات واضح، وموقف المجتمع المدني الناشط في المجال هذا واضح. مستحيل تصبع، معناتها ما نغطيوش عين الشمس بالغربان. مارس 2017 وليت عمليه مستحيله من اوت دايوغ اصبحت مستحيله. ويظل لي حتى الهيئه العليا معناتها حسب الرزنام وخريطه الطريق اللي عملتها واضح معناتها تو امبوسيبل امبوسيبل 2000 مارس. بالتالي وقتاش نجم تكون؟ نجم تكون في اكتوبر 2017 مثلا. نحن اقترحنا فعلا اكتوبر 2017 ومازال عندنا متسع من الوقت اذا كان بالطبيعه
السادة أعضاء مجلس نواب الشعب يتفقوا باش يصادقوا على زوز قوانين هامة جدا من هنا الموافق العام الجاري، اللي هما القانون المتعلق بتنظيم البلديات والمجالس الجهوية والأقاليم، والقانون المبثق عنه اللي هو قانون الانتخابات. غير أنه في الوقت الحالي القانون الأولاني اللي جبت عليه اللي نظم البلديات مثلا مازال ما تطرحش حتى على مجلس وزراء، وانتم تتذكروا وتبعتوا وش الغرض هذايا، حتى رئيس الحكومة الحالي وقت اللي كان على رأس وزارة الشؤون المحلية وعد وقال اللي في أقصى حد 15 جويلية من السنة هذه معناتها اللي تعدى باش يكون معروض على مجلس نواب الشعب وما صارش منه. وقانون الانتخابات، وتعرفوا اللي قانون الانتخابات هذا اللي جدلوا عليه في مجلس نواب الشعب جدل معناتها فارغ من المحتوى، لأن الأمور اللي جدلوا عليها خصوصا الأمر المتعلق بتصويت الأمنيين والجيش معناتها أمر محسوم دستوريا، وهذا معناتها نحن هذاك علاش غرجنا البلاغ نتاعنا عنده تو 3 أيام ونددنا به بالشيء هذا، واستعملنا حتى مصطلحات كما عدم معناتها الأخذ بعين الاعتبار نتاع مصلحة المواطن على النطاق المحلي، ووصلنا حتى معناتها نقولوا اللي فما نوع من اللامبالاة بالقضية الوطنية. اللامبالاة بالقضية الوطنية، شكون اللي قائم على هذا؟ شكون من اليوم من مصلحته أنه ما تصيرش الانتخابات في لا في مارس ولا في أكتوبر؟ هل أنها أطراف حزبية تريد ذلك؟ على الأقل أنتم المجتمع المدني وضحوا ذلك، نحن نجم نفهموا أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما تنجمش تقول النقطة هذه أو ما تنجمش تتحدث فيها، ولكن أنتم ونحب بعد شوية سي معز جاوبني، شكون من مصلحته وأنه الانتخابات ما تصيرش في وقتها، ولا ما تصيرش الانتخابات الآن لا في مارس ولا في أكتوبر القادم؟ النقطة هذه نحبك تجاوبني عليها بعد شوية، وإحنا زادة في انتظار السيدة لمية زرقوني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معطلة شوية في السيركولاسيون في اللي سبت طرف مطر، دونك إن شاء الله ربي يعطينا خيره. إحنا راجعين نزيدوا نتحدثوا أكثر تفاصيل على نقطة الانتخابات البلدية، راجعين مرحبا بكم. رجعنا لكم على قناة التاسعة تي في، شكرا لكم على المتابعة، مازلنا مواصلين معكم في هنا الآن، وضيفي سيد معز بوراوي رئيس جمعية عتيد لمراقبة الانتخابات. وصلنا لنقطة مهمة جدا اللي هي عملية تأخير الانتخابات وتأجيلها، كل مرة موعد ويتم تأجيله، حتى قلت أنت فما لابوسيبيليتي باش نخلطوا في أكتوبر 2017. اليوم شكون مسؤول على تأخير هذه الانتخابات، وش شنو ما الذي يمكن أن ينجر على تأخير الانتخابات حتى يكون واعين بأهميتها؟ شكون المسؤول عن الانتخابات؟ نعم. نحن على تأجيل الانتخابات، نحن شكون اللي شرع في تونس؟ عنا هيكل واحد، مجلس نواب الشعب. مجلس نواب الشعب. نعم. بالتالي المسؤولية ترجع 100% النواب الأعضاء مجلس نواب الشعب، بما فيها رئاسة، من رئاسة المجلس إلى رؤساء الكتل إلى لجنة التوافقات إلى النواب نفسهم، لأنهم ينجموا يضغطوا ويقول يا اخويا عديونا هالقانون هذا الى الجلسه العامه، خلينا نصدقوا عليه بالاغلبيه المطلقه، ما ذاك القانون ما بديل النظر فيه. ثم كانت هناك نقاط خلافيه فيما يخص مشاركه الامنيين والعسكريين في الانتخابات، وايضا فيما يخص العتب. انا اش قولك لو كان نقول لك النقاط الخلافيه مفتعله؟ شكون افتعلها؟ مفتعله على... نحكي في المضمون تو نحكي في المضمون مفتعله، هل يعقل؟ اي ممكن تقول لي مفتعله مبني للمجهول، معناها هناك من افتعلها، من الذي افتعلها؟ أنا وياك نحكيه في موضوع. نعم. به. إذا كان الموضوع هذا محسوم، محسوم. أسكو نتجادلوا فيه نعملوه ولا ما نعملوش؟ مهوش معناتها أفتعلنا حوار، ألور كل موضوع محسوم، محسوم. معناتها يجي يقول لك هذه بيضة، هذا كيس تحب ترده لي أنت، هذا يستل؟ لا كيس. شنو نقعدوا نحكيه أربع شهور؟ وأنت إذا أنا أقول لك راهو كيس. شنو معناتها الدستور، الدستور. أحسن في المسألة. واضح وهما بيد معترفوا راهو قالك المات الفصل 34 ما فيش حتى أي جدل ولا نقاش، كل المواطنين لهم الحق في الانتخابات، كل وجين بعد يقولك ليه الفصل 18 فيه الحياد التام؟ تعرف لا الحياد التام شكون مطالب بالحياد التام حسب النص الدستوري؟ نبعثك الفصل 15 الوظيفة العمومية كلها مطالبة بالحياد التام، الفصل 103 القضاة كلهم مطالبين بالحياد التام، من الفصل 125 للفصل 130 كل الهيئات مطالبة بالحياد التام. تعرف شو معناتها ولا؟ معناتها إذا كان نطبقوا حكاية الحياد التام هذا يصوت، المطالب أي واحد مطالب بالحياد التام ما عندوش الحق يصوت،
اكثر من 60% من الناخبين مش يصوتوا. ولكن في هذه النقطة قلك هذه الأسلاك أمنية حاملة للسلاح مش كيف غيرها من الأسلاك الأخرى كما الأمن كما الإعلام كما التعليم كما موظفي مش الدولة. فما مبادئ القانون القانون يتبنى على مبادئ وفما مبادئ واضحة منهم مبدأ المشرع منزه عن العبث. هوش نعطيك علاش منزه عن العبث. طيب. مثلا في التنظيم النقابي والإضراب جاء الدستور أعطى الحق وقال مضمون الإضراب مضمون وعمل استثناءات. شكون الاستثناء؟ الاستثناء للجيش، الاستثناء للسلك الأمني والديوان. هاك عمل شبيه في حق الانتخاب ما عملوش الاستثناء هذاك. هذاك علاش نقولوا راهو المشرع منزه عن العبث، يعرف ايش يعمل، يعرف ايش يقول، والنص صدقوا عليه هما صدقوا عليه، نحن صدقنا عليه في مجلس الوطني التأسيسي ما هم. توا رجعنا على موضوع معناتها فيه تأويلات اجتهاد وفقه فارغ من المحتوى. من هو الطرف الذي يؤخر هذه الانتخابات حسب رأيكم وقراءتكم لهذه المواقف المتباينة؟ هي معروفة معناتها ما هو سر، يظهر لي الناس كل قالتها. فما الكتلة التابعة لحركة النهضة اللي هي ضد تصويت معناتها الأمنيين والعسكريين علاش؟ على خاطر قتلك ما نحبوش ندخلهم حاملي السلاح، ما نحبوش ندخلهم في اللعبة السياسية. وهذا طبعا ماهوش بالنسبة لوجهة نظرنا نحن وتحليلنا. علاش راهو مش نحب ناخذ وجهة نظر حركة النهضة، نحب ناخذ حسب رأيكم انتوما علاش هي اختارت هذه النقطة باش. والله إذا كان مش ندخلوا في النوايا نحن معناتها في الإعلام ما نجموش، حضرنا على حاجات قالت في الكواليس واحد، لكن من معناتها نحن ملتزمين حتى بالكلام اللي يقولوه هنا في الكواليس ما نجموش نجيو في الإعلام ونقولوه، لكن هذا ما يمنعش تنجم تجيب الأعضاء نتاع حركة النهضة وتسألهم سؤال صراحة معناتها وقت اللي هي من توما كمجتمع مدني من دوركم زادة باش كتراو نقطة خلافية أو نقطة مفتعلة تتحدثوا عليها، هذا دوركم مجتمع مدني. لا نعطيك أنا فما شكون اللي يتصور أصلاً فما شكون اللي يتصور مثلاً أصلاً اللي معناتها سلك الأمني في تونس بجيشه ولا بأمنه إلى آخره عنده فكر سياسي معين اللي هو مضاد لفكر آخر اللي هو موش صحيح بالنسبة لنا احنا موش صحيح لأنه الأمنيين والعسكريين كيف كيما تونس الكل وحتى كي باش يصرحوا لهم شي صوت تشوفوا نسبة الإقبال قداش باش تكون ضعيفة جدا كيفهم كيف التوانسة وفاهم اللي عنده فكر يميني وفاهم اللي عنده فكر يساري وفاهم اللي عنده كذا يا أخي هما مواطنين أبريتو ما همش معمرين في أداء مهام مطالبين بالحياد التام لكن وقت اللي نحي الكسوة متاعه هو مواطن خصوصا نحكيه على انتخابات محلية حتى مؤخرا الهيئة كان لها موقف من ذلك الهيئة العليا المستقلة قالتها صراحة بالفعل قالت أنه إذا كان اليوم الأمنيين والعسكريين يشاركون في الانتخابات من سيحمي مكاتب الاقتراع يعني الإشكال لوجستي أساسا لا مش هذا الموقف على لا الموقف على قتل الدستور واضح في الحكاية هذه معناتها وسي نبيل بافون مؤخرا خرج مقال اليوم في الصباح وقال لي المشكلة ولات سياسية نحن ما ندخلوش فيها من بعد ما عطاو موقف تو المشكلة ولات سياسية تو هذه مشكلة سياسية بربي والله ما هي مشكلة يقصد سياسية يقصد الأحزاب السياسية نحكيو على الحقوق رانا نحكيو على الحقوق يا اخي كيفاش وقت اللي نحكيو على الحقوق تولي مشكله سياسيه معناتها نسقطوا نحن مجتمع مدني ما عادش نتكلموا ولا يردونا نتسيسوا والا يردونا كذا وكذا وكذا كما عمل لي سي نور الدين البحيري البارح في منبر اذاعي بتاع الاذاعه الوطنيه ليه مش معقول معناتها فما حاجات كلمه الحق زي ما تتقال والحياد نحن بينا نحن كملاحظين مطالبين بالحياد شو معناتها معناتها تجردني من الفكر ينجم يكون عندي فكر سياسي لك في اداء مهامي والله كيف دار شنو في عقيد الحياد والحياد والحياد الكلها على نفس المساواة لا عنا لا باء ولا جيم ولا حا بالتالي معناتها فما أمور لازمها تكون واضحة وتكون مضبوطة علاش ندخلوا في اجتهادات فيها جبدنا حتى على كتلة حركة النهضة لكن أيضا نعرفوا اللي فما حزب آخر حاكم كيما نداء تونس يحس بروحه اللي هو مش حاضر ونحن نعرفوا وهذاك علاش تأجيل ونحن نعرفوا حتى كي تنظر للتجارب المقارنة تنظر البلدان حتى الديمقراطية العريقة إلى آخره وتذكر اللي صار في فرنسا في 2005 ناس ماشي في بالها حاضرة 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 على الاخر كي جات الانتخابات لقاو روحها اوت وفما ناس ماشي حاضرة بتاتا تصدمت تلقى روحها في الحكم بالتالي معناتها الحسابات الانتخابية راهو علاش هو يقول لك لا سوفرينتي دو بوبل لا سوفرينتي دو بوبل معناتها السيد باش يمشي يصوت داخل انت في قرارة نفسه ينجم قبل ما يدخل الصندوق بساعة يقول شنو نصوت الايه وكي يدخل بالتالي معناتها بالتالي هذا احنا نسميه تعرف شو نسميه عباره على نوع من الافراط في استعمال السلطه التجاوز معناتها ما من افرط في استعمال السلطه مجلس نواب الشعب مجلس نواب الشعب خاطر الطاوله حاب يصدق على القانون طيب تاخير هذه الانتخابات شنو معناها يقول لك مواطن قاعد تو يتفرج فينا في التلفزه لازم يفهم اذا كانت تاخرت الانتخابات حياته اليوميه هو على شنو باش تنجر عليها شنو اللي ينجم يصير اكثر من حياته اليوميه تأخير الانتخابات البلدية خصوصا في 2018 كيف
ولهنا نحن نأيدوا، تعرفوا قداش نقدنا لذيع تجاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونقد موضوعي، لكن وقت اللي تتقال كلمة حق نأيدوها. وقت اللي سيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال راهي كارثة إذا كان توخر 2018 وربطها بالانتخابات تاع 2019 على خاطر مش معقول نرهقوا معناتها الناخب ومعمول بها هذه في دول العالم الكل في ظرف عامين عملوا ثلاثة ولا أربع انتخابات باش تعرف بخلاف الإرهاق هذاك نتاع على الباب الاجتماعي، الباب السياسي، الباب البيئي، من كل الأبواب الاقتصادي راهو كارثة فعلا. لهنا لهنا نحن مأيدين الموقف على الهيئة 100% سون ريزيرف، على خاطر إذا كان الناس اللي تحكم فينا ما هيش واعية بالكارثة اللي تصير إذا كان الانتخابات تصير، الكارثة الصورة تكون واضحة عند المشاهد. أول حاجة هل يعقل في بلاد تقول نعم بروحها ديمقراطية جيت عملك انتخابات في 2018 والتو ما نعرفوش إذا كان البلدية تعمل وحدها والجهوية تتعمل وحدها فما ما يحبوش يحبوا يفرقوهم على بعضهم، معناتها باش يوليو زوز انتخابات متفرقين، ومن بعد أقل من عام نجيو نعملوا انتخابات تشريعية ووطنية. هذه كارثة من باب الناخب، الناخب أثر المرهق، من باب السياسي باش تتولي حسابات ما عادش تخيلها في بالك، يقول لك أنا إذا كان باش نربح في البلدية ينجموا بعديك الناخبين مام با عام يقول لك ليه باش نعاود نعطيه لي هو ما باش نعمل إيكيليبر، يقول لك خرجني أنا من التشريعية. من الباب اللي تعرف التمويلات اللي تستنى اللي بلوكي بلوكي باش يمشيو للجامعات المحليه كيما البلديات، يقول لك خاطر نحن اللي بيردو فوق ما نعطيو كان المجالس منتخبه فلوس بالمئات تاع المليارات، بالمئات من تاع المليارات هذا، ومن باب التنموي ومن باب البيئي و و و و و الى اخره، معناتها مصلحه المواطن وقت اللي جبدنا على لا مبالاه والاستهتار بمصلحه المواطن في حكايه اللعبه هذه اللي فارغه من المحتوى راهو ماهوش معقول وما يشرفش الطاقم السياسي. واضح جدا. خل رحب بضيفتي التحقت بنا الان السيده لميا زرقوني عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات. في نقطه مهمه جدا وصلنا لها هي لماذا تاخرت الانتخابات كل هذا، كان يتحدث معززه على نتيجه تاخير الانتخابات على الوضع العام في البلاد على المواطن اتسيتيرا. اليوم زاد السيد شفيق صرصار كان صرح وانه تاخيرها لسنه 2018 كارثه. شنو تعمل الهيئة؟ شنو في إمكانها حتى تصير هذه الانتخابات؟ أولاً شكراً على الاستضافة. شكراً لك على قبولها. أعتذر على التأخير. مثالش خارج على نطاق تماماً. بالنسبة للهيئة هي بدرت سنة 2016 بعرض مشروع خريطة طريق. قالت فيه راهو إذا نحبوا اخترنا معناتها تاريخ افتراضي اللي هو 30 أكتوبر 2016، قلنا كنحبوا نخدموا على التاريخ هذية، ثم جملة من المسائل لازمنا نحترموها، لازمنا نتقيدوا بها باش نوصلوا للتاريخ هذية ننجزوا فيه الانتخابات. من أهم المسائل هذية على رأسها هو التقسيم البلدي للدوائر، وباعتبار أنه الفصل الباب السابع من الدستور يقول كونه التغطية البلدية معناتها لازم تشمل كامل تراب الجمهورية، وقتها في حينها ما كانتش المسألة موجودة. والنقطة الثانية واللي هي أهم حاجة اللي الهيئة تتنجم تتعاطى معها هو القانون الانتخابي، صدور قانون انتخابي، لكن معناتها ما تمتش العملية كيف ما احنا حبينا نوصلوا لها، فما أطراف كانت متقبلة فما أطراف ما كانتش متقبلة. يعني قلنا به من أكثر الكلمات اللي التوانسة ما عادش يفهموها ويحسوها لغز محاير أطراف. طب فترنا من هي الأطراف اللي حبت هكا والأطراف اللي ما حبت هكا حتى تكون الأمور واضحة. باش نكون أوضح في الكلام نتاعي، هو شكون اللي يصدر القانون؟ مجلس نواب الشعب. لذا مجلس نواب الشعب هو اللي ما صدرش القانون تبقى ما احنا طلبناه يعني في خريطة الطريق. مجلس نواب الشعب ما قامش بدوره وفقا للتجاذبات السياسية ولا الحزبية اللي فيه، بمعنى انه الكتل البرلمانيه ولا هيكون لاحزابها بقطع النظر على هل هذا هو اللي تحبوا تقولوه في الهيئه اليوم. ممكن هذا داخل في عين الاعتبار، احنا ما نحبوش نتوسعوا فيه ياسر. علاش؟ خاطر احنا تهمنا المساله التنظيميه، يعني مجلس نواب الشعب لازم يمدنا قانون صادر كامل المقاومات باش احنا نجمو نخدمو. كيفاش باش يصدر القانون هذايا؟ شنو التجاذبات اللي من وراه؟ هذه مساله احنا كهيئه ما نقفوش عليها. وقت اللي تمت استشارتنا ومعناتها وبدينا راينا قدام مجلس نواب الشعب في مشروع القانون في مراحله الاولى، بينا معناتها عديد النقاط اللي طوى عليها خلاف، كيف ما العتبه، كيف ما اقتراع الامنيين والعسكريين. اعطينا احنا الجانب التنظيمي، راهو كل خيار عنده جانب تنظيمي من وراه لازمنا نراعيوه،
وكل ما أنت معناتها توسع من القاعدة الانتخابية سواء بالنسبة للناخبين أو بالنسبة للعمليات خد حتى ما نعرفوش باش تصيب انتخابات بلدية بركة ولا انتخابات بلدية وجهوية وهذا معناتها يتطلب تنظيم مضاعف هو إلى آخره. في هذا الإطار سامحني مدام نمية واضح لنا وقتاش يلزم معناها يلزمنا خريطة الطريق أوقات دي ديلي اللي فيهم يتم المصادقة على قانون البلديات والقانون الانتخابي والخيار مش تكون هناك انتخابات بلدية ولا انتخابات بلدية وجهوية أيضا وأيضا حتى عمليات التسجيل مش تكون فما ماغش العملية التسجيل خاصة كان بش تصير الأمنيين والعسكريين بش يشاركوا في الانتخابات يجب يكون عندهم يظهر لي وقت زيادة بش ينجموا يقوموا بعملية التسجيل هذه وتحيين قاعدة البيانات تاع الهيئة. ايه هذا الكل قداش يلزموا وقت؟ يلزموا برشا وقت واكيد انه يلزموا وقت اكثر من الانتخابات التشريعيه ورئاسيه. علاش؟ لخاطر هنا عندنا عنصر جديد هو عنصر الرابط المحلي، يعني كل شخص لازم يثبت الرابط نتاعو بالمنطقه اللي باش يسجل فيها وباش ينتخب فيها فيما بعد، وهذا بيدو يسري اذا وقع معناتها مشى مجلس نواب الشعب في خيار انه يدمج العسكريين والامنيين في الجسم الانتخابي لازم ناخذ المساله هذه بعين الاعتبار، وهذه يترتب عليها عديد معناتها التعقيدات احنا كهيئه لازمنا نحسبوها وتاخذ وقت باش ننظموها. تقريبا معناتها ما بين عام وثمانية شهر منذ صدور قانون انتخابي ما بين عام وثمانية شهر. علاش نحبوا مده تسجيل اوسع؟ يصدر قانون الانتخابي ومن بعد ينشر في الرايد الرسمي اكيد نعم. ثم عام وثمانية شهور لا عام ما بين عام وثمانية شهور ما بين عام وثمانية شهور لا مش عام وثمانية أبدأ من صغير ودي أبدأ من القانون الانتخابي من ثمانية أشهر باش تكونوا جاهزين للانتخابات لل... اي نعم أي. علاش؟ لخاطر ثم مرحلة تسجيل احنا مرينا بتجربة في 2014 الوقت اللي صدر فيه الدستور والقانون الانتخابي ومشينا للانتخابات وقتها كان وقت ضيق وما تمكنناش باش نحلوا مدة تسجيل كبيرة وهذه معناتها اون ايتي سانكسيوني فيها المسألة هذه. احنا من الدروس المستفادة ماذا بينا تكون عندنا فترة اكبر للتسجيل باش ندمجوا أكثر ناخبين في السجل الانتخابي اللي ولو عمرهم 18 سنة. احنا عندنا كل عام 170,000 ينزيدوا معناتها يخرجوا الانتخابي ومع والناس اللي باش يخرجوا من معناتها من سلك الأمنيين والجيش نعم. بيدهم يدخلوا مع فرضية انه يقع الاختيار طيب. انه الأمنيين ينتخبوا او ما ينتخبوش هذا بيدو زاد باش تحسب. اذا كان يتم الحسم في كل هذه النقاط وقتاش يلزم الحسم فيها؟ انت قلت لي يلزمنا عام او ثمانية اشهر باش نخلطوا للانتخابات البلديه والجهويه في اكتوبر 2017 30 اكتوبر 2017 دونك يلزمهم من غدو يبداو يخدموا على رواحهم. لا هذا اكيد لا اكيد لازم معناتها من هنا الموفى اكتوبر 2016 يتم يكون عندنا قانون انتخابي جاهز. علاش؟ لانه باش ناخذ قانون البلديات وقانون الانتخابات لا قانون الانتخابي ساعه في مرحله الاولى باش احنا كهيئه نضع رزنامه نتاعنا وتكون رزنامه رسميه نعم. يلتزموا بها الاطراف الكل وفي مرحله اخرى باش يقع درس القانون الجماعات المحليه يعني صلاحيه نتاعها القانون اللامركزيه الى اخره هذا نعم. في الاثناء نجمو نخلطوا معز ل 30 اكتوبر 2017 راهو حاضرين. ما هذيك الغريب علاش استعملت كلمه مفتعله وعلاش استعملت كلمه الموبيلات في بالك انت بار اكزومبل القانون المنظم للجماعات المحليه ناس ما في بالهاش بالكل ناس كل مش في بالها الحكومه خاطر ما عرضتش القانون نتاع الجماعات المحليه نتاعها ما فماش قانون في مجلس نواب الشعب. فما قانون مشروع قانون اقترحوه النواب نفسهم منذ اول جوان وهو على طاوله اللجنه الخاصه اللجنه نتاع تابع مجلس نواب الشعب نتاع تنظيم الشؤون الاداريه وقوات الحامله للسلاح اسها نعم. سي جلال غديره ولتو ما حاب ينظر فيها. انا شخصيا اتصلت برئاسه المجلس وقلت لهم بربي في رئاسه المجلس حلوه هالمشروع هذا خلي ينظروا فيه. رئاسه المجلس استجابت في 24 ساعه وكلمونا قالوا لنا رانا حلناه للجنه هذه توا عنده اربع شهور واللجنه هذه ما حبش تحل المشروع باش تدرسوا عليه خاطر من المفروض توا مادام لم يكن تقول قانون الانتخابات ومن بعد يجي القانون تاع الجماعات المحليه نفهم من موقف الهيئه باش تنطلق في الاشغال نتاعها لكن من البديهي واذا كان نحبوا نحكيوا على ميثودولوجي فعلا قانون الانتخابات ينبثق
عن قانون الجامعات المحليه. يعني وتتشوف قانون البلدية تقبل هذه نقطه اخرى خلافيه. وتتشوف التضارب اللي باش يصير. هتتشوف التضارب باش يصير على خاطر قانون قانون الانتخابات. وقت اللي يجي يقول لك مجلس نعرف ماهيش من مشمولات الهيئه. نعم. يجي يقول لك مجلس بلدي مثلا تحت 5000 يتكون من 12 نعذب معناته فما 12 واحد لازم يترشح. علاش مش خمسه؟ طيب في هذه النقطة البلدية تقبل وإلا لا القانوني أكيد القانون الانتخابي يقبل. هي ستون شان معناتها إذا تممنا المرحلة الأولى نمروا لي بعدها. أول مرحلة تمت هي تقسيم الدوائر البلدية اللي تم تعميمه على التراب التونسي. نعم. بكل هذه خطوة مهمة. توا ثاني خطوة هي إصدار القانون الانتخابي بعد ما يتعلق بالصلاحيات أو تكريس الديمقراطية في المركزية في الواقع يعني وإسناد الصورة للمجالس المحلية. هذا ينجم يجي حتى بصفة متدرجة. احنا نعرفوا حتى بتجارب البلدان السويد وألمانيا وفرنسا راهو لحد 2015 القوانين نتاعهم تتعلق بالمجالس الجهوية والصلاحيات قاعدة تتغير وتتبدل وتتحصر المناطق هذه. معناتها هذا قانون ممكن. طيب يكون يجي في مرحلة نقطة خلافية بين المجتمع المدني ناشط في الحق للانتخابات ومراقبة الانتخابات وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. لا واضح الهيئة اللي يهمها الهيئة اللي يهمها تقول لك يلزمني. لا تقول لك يلزمني باش تدمعوا الخدمة نتاعها باش تدمعوا الخدمة. يعطيك الصحة. أما المنطق المعقول كي تحكي على فرنسا وألمانيا إلى آخره هذوكم قاعدين يتطوروا في المجلة نتاعهم. مش المجلة مش موجودة. نحن هل يعقل تعمل انتخابات انت غدا باش تمشي تصوت ما تعرفش الصلاحيات نتاع نتاع الناس هذوما. انت اليوم باش تترشح. انا اليوم باش نترشح قد نروح الانتخابات الجهويه وانا ما نعرفش شنو هما صلاحياتي وشنو هما اهداف عمل نتاعي. شنو معناتها ما عادش نخرج نكذب على الناس ونقول نعمل انتخابات. اذا كان نحبوا نحولوا تونس الى ماكينه انتخابيه رانا ما نفسش نقدموا في الديمقراطيه. اذا كان نحبوا انا سمعت حتى سياسيين ورؤساء حزب تعرف قالوا اخويا نحن البلاد مش ناضجه لا مركزيه ماذا بينا نخليو السلطة المحلية كما هي تو هاتوا من بعد نشوفها 15 سنين تعرف معناتها. معناتها والله 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 لن يتغير شيئا. وانا واحد من الناس اللي نمشي نصوت على خاطر الناس اللي باش تجي باش تعمل لنا حملة انتخابية. الكل مش يكذبوا علينا. الكل ما عندهم حتى سلطة. ما عندهم حتى سلطة. حتى سلطة. تعرف الوقت الحالي الشيء اللي صاير كله علاش ولا على خاطر رؤساء البلديات مساكن مع كل احترامي لهم تو في الوقت الحالي عبارة على راس ورق. إذا كان الوالي هز يد تتهز، إذا كان الوالي هبطها تهبط. هذاك علاش جاء الدستور وكرس باب كامل معناتها باش يطور به تونس يقدم به القدام ويخدم مصالح المواطن عن قرب اللي هو معناتها متعلق بالمجلة الجديدة. أنا لو كان يسألوني نقول لهم ساعة المجلة ومن بعد قانون الانتخابات وهذا الخبراء الكل في العالم يقولوا كان صارت قانون الانتخابات قبل قانون البلديات ما تمشيش تصوت. لا تعرف علاش؟ هاش نقول لك علاش؟ على خاطر حاجة برك على خاطر شو اللي قانون الانتخابات باش يخدموه قانون مجلة الجامعات المحلية باش يخدموه اون فونكسيون من قانون الانتخابات. ونعطيك مثل اللي هو موضوع توا جدل على في قانون الانتخابات. يجي يقول لك في القانون الانتخابات القائمة المتحصلة على أكثر عدد من الأصوات رئيسها يكون حتما رئيس البلدية. تو هذا كلام تعرف شو معناتها؟ شو نريك الاختر فيه؟ معناتها رئيس بلدية غدوة منتخب 15% ولا 20% وما دام لم يتعرف اللي ما عندناش أغلبية في الانتخابات اللي فاتت الكل ما عندنا حتى واحد تحصل على أغلبية المطلقة باش يلقى روحه هو رئيس بلدية و80% معارضة. وتصور أنت تجي مجلة الجامعات المحلية اللي هي صحيح وتجي وتقول لك إذا كان 50% من مجلس المنتخب يقدم استقالته ويتحل المجلس وموجوده راه في المشروع نتاع الحكومه نحكي لك على حاجات باش يصعب العمل اليوم. يا بنتي حتى بلديه ماهيش تخدم في تونس. حتى بلديه اعملوا انتخابات واعملوا اللي تحبوا. حتى بلديه ماهيش باش تخدم في تونس. طيب جد إيميديات اجابه على النقطه هذه وخلينا نختموا. هي النقطه التقنيه بالاساس ويظهر لي جمعيتكم قدمت مشروع نتاع قانون يخص الصلاحيات معناتها ممكن يتعدى المشروع هذا اذا انتم تشوفوا فيه اللي ثم المقاومات اللي تلزم لارساء مركزية. كمان احنا عنا دستور اللي هو أعلى سلطة قانونية في البلاد. نعم. يعني ما ينجمش يكون القانون اللي يسند صلاحيات البلديات مخالف للدستور. الدستور التونسي في تكريس اللامركزية. نعم. والسلطة المحلية يعني مشي في أقصى ما يمكن أن يسند لها من صلاحيات. كون هالمسألة هذه معناتها يقع ترجمتها في الواقع حالا وبمجرد اصدار القانون هذا نتاع الجامعات المحليه علاش لا. لكن كونه نحطوا اللابينات نتاع. نعم. السلطه المحليه توا والمقاومات الصحيحه نتاعها ونبنيوا عليها نقيموها ونبنيوا عليها
هذا زاد هذا خيار اخر. اي هذاك لازم يصير هو في الاصل. النقطه الاخيره زاد انت ما كنتش حاضره وحدنا ناخذ رايك فيها، مشاركه العسكريين والامنيين في الانتخابات والموقف الاخير نتاع الهيئه اللي قالوا انه سيصعب العمل اللوجستي على خاطر الامنيين والعسكريين هم من يحمون مكاتب الاقتراع. موقفكم في الهيئه من بالك لازم نخير معناتها نفرقوا ما بين مسالتين. نعم. كونهم الفئات هذه من المجتمع التونسي تقوم بالانتخاب او يسند لها حق الانتخاب، هذا خيار سياسي بالاساس، احنا كهيئه ما نناقشوش، لكن احنا وقت اللي تم استشارتنا اعطينا الخلفيه اللوجستيه اللي لازمنا نضعوها باش يتم الانتخابات هذه على احسن وجه، لان احنا وقت اللي يتم كيف ينتخبوا الامنيين والعسكريين ما نحبوا حتى حد يعرف اللي هو ذاك صوت امني ولا صوت عسكري، نحبوها اصوات تدخل في الفرز وفي الاقتراع مع باقي اصوات معناتها المواطنين، لانه يظهر لي مساله اختيار ياسر كوني نعلم كونه معناتها الشق من الامن هذا يختار حزب الفلاني ولا، معناتها هذه مساله تتعارض مع ما يسمى بالامن الجمهوري والجيش الجمهوري. يعني انتم ضد فكره انه الامني او العسكري يشارك في الانتخابات؟ لا مش هذا اللي انا حبيت نوصله. شوش قلت؟ قلت لك راهو لازمنا نضعوا خطه لوجستيه معقده ياسر. اش معناتها؟ ننطلق من له. احنا الامنيين والعسكريين يامنون مراكز الاقتراع يوم الاقتراع، معناتها ما ينجمش ينتخبوا نهار الاقتراع، لازم تختار لهم نهار قبل. نعم. اللي هو بالاساس يوم عطله، ولازم يوم العطله هذاك ولازم يوم العطله هذاك يكون موجود في مقر اقامته. واحد. يعني رخص الى اخره، يعني في نهايه الامر انتم مع الانتخابات نتاع الامنيين والعسكريين، ولكن اون سو برونس با كهيئه، اون سو برونس با على المبدا، ما نحكيوش على المبدا، نحكيو على التنظيم والتعقيدات والوقت اللي استغرقوا الاشكال التنظيمي ولوجستي بالنسبه لكم انتم. لكن كان يوليوا ينتخبوا وحدهم في يوم وحدهم اذا القانون قال قبل الانتخابات الاشكال غير ولا حاجه تحس في نفسي انا وقت اللي مادام لم يبدا ميم با معناتها دقيقه التالي كانت تقول عنا معناتها اطار تشريعي كبير، القانون الكبير. نعم. الاعلى اللي هو الدستور. الدستور الناس هذوما عطيهم الحق، علاش الهيئه تجي اليوم تقول هذه مساله سياسيه بامتياز؟ من اين السياسه في هذا الكل؟ ما هي سياسيه، النص طيب. الدستوري هذا واضح، هذا يستوجب من التشريع يا سي معز. اي معناتها الامر يعني واضح، الامر واضح، مربوطه بخيار تشريعي وحتى من الباب اللوجستي، حتى من الباب. علاش نعقدوا في مسائل اللي هي تنجم تكون بسيطه؟ واضح جدا بالله، خلينا نوضحت من با ديزغون كيما 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 الشوفير نتاع التاكسي، كيما الشوفير نتاع الكار يخرج ولا البيلوت دافيون اللي يخرج 6 تصبيح يعمل لون كوري يمشي لموريال باش ينزلوا صندوق معاه ولا يصوت قبل بنهار، ولا الحجاج ذكر في 2011 المشكله اللي صارت على الحجاج. يا سيدي اذا كانوا يخدم ما يصوتش حتحلت المشكله بطبيعتها، اعطيه حقه الدستوري. طيب وعندك نهار نتاع انتخابات، انا ضد كوني صوت نهار قبل ولا نهار من بعد. نعم. علاش بيا طيب على روس مريشه هذيك نحميو عليها هذيك الطريقه اللي انت تنظر بها. الهيئه عندها نظرتها، عندها تنظيم توقعات تخدم عليه، وهي باش تختار احسن الوسائل. اذا هو تشارك المجتمع المدني الهيئه في حاجات كثيره، اذا وصلنا وخرج القانون باش نشاركوكم. نعم. وما كنا وديما احنا نشاركوا في المجتمع المدني، هذاك علاش احنا شاركناكم بزوز اليوم بحذانا. شكرا لك للا. جوست باش نقول اللي راهو اذا يقع تقرير حق الاقتراع للامنيين العسكريين، لا ما عندها حتى مشكل، جوست هي تحط الميه وماخش للوجيستيك. واضح جدا. السيده لميا زرقوني عضو الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وسي معز براوي رئيس جمعيه عتيد، شكرا لكم على حضوركم معنا وعلى التوضيحات اللي قدمتها لنا زوز. شكرا لكم. نمشيو للموضوع الموالي باش نتحدثوا فيه على حزمه الاجراءات بعد شويه مع سيد يوسف الشاهد رئيس الحكومه، لكن احنا تكون لنا ليه متابعه مع سيد حكيم بن حموده وزير الماليه السابق. بيوب صغيرة ورجعين تنسيت، مرحبا بكم. أرجعنا لكم على قناة التاسعة تي في في هنا الآن. نرحب بضيفي السيد حكيم بن حمودة أستاذ الاقتصاد ووزير المالية السابق، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بك وشكرا للدعوة. شكرا لك أيضا. شكرا لك على قبولها. شكرا لك. نتحدثوا شوية على الإجراءات اللي كان تحدث عليها البارحة سيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، نتحدثوا على الوضع الاقتصادي العام وهل أنه هذه الإجراءات ممكنة ناجعة في ظل الوضع الاقتصادي العام، لكن قبل نستدعاك باش نتفرجوا في التقرير هذايا وراجعين تفيد.
التحكم في عجز ميزانية الدولة وضبط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي والبحث عن التوازن بين الموارد الذاتية المتوفرة ودعم موارد الميزانية عبر الضرائب والتخفيض من نسبة المتهربين منها. هذه أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويحتوي المشروع الجديد ترسانة من الإجراءات الضريبية لتعويض إخلالات الميزانية رغم سعي الحكومة للتهوين من الأمر، كما يشمل كذلك عدة إصلاحات ضريبية من بينها مراجعة القيمة على الأداء الموظفة على السلع الاستهلاكية ومحاولة مصالحة التونسيين مع قانون الضرائب وخلق ثقافة جبائية جديدة. وتسعى وزارة المالية ومختلف الهياكل الاقتصادية إلى حصر نسبة العجز في الميزانية إلى حدود 8.3% مع نهاية هذه السنة. وتضمن القانون الجديد إجراءات مختلفة هدفها تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل لأكثر من 630 ألف عاطل عن العمل. ومن المنتظر تخفيض الضريبة على الشركات إلى حدود 15% لمدة 5 سنوات بعدما كانت الضريبة في حدود 25%. واشترط القانون الجديد على تلك الشركات إدراج أسهمها العادية في البورصة للتمتع بهذا التخفيض. وفي محاولة لدعم موارد الميزانية أقرت الحكومة التونسية في مشروع القانون الجديد مجموعة من الضرائب من بينها ضريبة بنسبة 10% على المؤسسات البترولية كحد أدنى، علاوة على تطبيق الضريبة الموظفة على السيارات المعروفة بمعلوم الجولان على السيارات المستعملة للبنزين ورفعها بنسبة 25%. ويرى مراقبون أن مشروع القانون لم يتضمن سوى إجراءات ستزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وستضرب القدرة التنافسية للمؤسسات في وقت تعيش فيه البلاد وضعا اقتصاديا صعبا أثقل كاهل المواطن. شكرا لزميلنا سعيد الزويري اللي أمننا هذا التقرير. ونرجع لضيف سيد حكيم بن حمودة في حديث على ما تحدث عنه رئيس الحكومة البارح سيد يوسف الشاهد وحزمة من الإجراءات الاقتصادية، تحدث على مساهمة استثنائية للضريبة ب 7.5 بالنسبة للأعراف، أيضا إرجاء زيادات في الأجور لسنة 2017 والاتحاد شغل كان موقف واضح من ذلك لم يقبل بهذا، بمعنى أنه المؤسسات مثلا باش تولي تدفع 25% كانت تدفع 25% باش تولي 32%. هل هذا إجراء ممكن ناجع لحل الأزمة الحالية؟ وسنتحدث على باقي الإجراءات أيضا. شكرا. أولا أعتقد المسألة الأساسية والمسألة اللي نحكيه فيها هي تدهور المالية العمومية، يعني هذا إشكال يعني وقع فيه الاقتصاد التونسي تقريبا منذ 2015 يعني تدهور كبير المالية العمومية. نذكر أنه هذا أعتقد مسألة وضعية المالية العمومية ليست مسألة جديدة، يعني مسألة انطلقت يعني منذ 2011 بعد الثورة باعتبار أنه كانت مطالب اجتماعية كبيرة، مطالب اجتماعية هامة، وكان الرد الوحيد في ظل يعني تراجع الاقتصاد الوطني هو المالية العمومية، يعني هو الدولة الوظيفة العمومية والزيادات وارتفاع كتلة الأجور. هذا هو يعني هذا كان نتج عن هذا تدهور كبير مصاريف الدولة فوق المداخيل متاعها، تفاقم كبير لمصاريف الدولة. احنا في 2014 يعني كانت يعني فعلا وصلنا في 2014 يعني تقريبا ان بوينت كريتيك، يعني وصلنا حتى في بعض الأشهر يعني صعوبات لي يعني الالتزام يعني بكل كل التزامات الدولة، وحاولنا يقع الضغط والتحكم في الميزانية باعتبارها رأوا في الاقتصاد لما يكون الاقتصاد يعني نسبة النمو ضعيفة المسألة الأساسية هي مسألة المالية العمومية هي اللي تنجم تنخرم أولا، يعني المالية العمومية تنخرم باعتبار المداخيل. الأزمة طيب. زادت احتدت في 2016، بدأت في 2015 زيادات كبيرة واحتدت في 2016 زادت احتدت أكثر باعتبار أنه حتى المداخيل نقصت، يعني حتى المداخيل متاع الدولة نقصت. إذن وجدنا أنفسنا في أزمة، يعني هي لو نحكيه على الواقع الاقتصاد التونسي الحاجة الأولى اللي تبرز العيان هي مسألة المالية العمومية وقدرة طيب الدولة. بالتالي 7.5% ضريبة للأعراف هل تنجم تحل المشكل أم لا؟ هل تنجم تمثل أحد موارد الدولة بعدها الحد من العجز متاعها وتفاقم الموارد متاعها ولا لا؟ حبيت أنا أمينة حبيت لو سمحت يعني حبيت نحط الإطار العام اللي جات فيه هذا واضح. هذا واضح طيب. الآن اليوم ماذا أمامنا؟ يعني أمامنا هو حلين،
الحل الأول هو بطبيعة الحال يعني تنمية المداخيل، تنمية مداخيل الدولة لمواجهة المصاريف، وثم الحد والتحكم أكثر في المصاريف. من ناحية القرارات اللي تم الإعلان عليها البارح يعني تحدث حتى على منوال تنموي جديد يقوم على أساس نسبة نمو بين 3-4%. لا هذا احنا مازلنا ما وصلناش. احنا يعني تو مسألتنا الأساسية اليوم أنا في تقديري من ناحية الاقتصادية يعني من هنا لنهاية السنة و 2017 هي التحكم في المالية العمومية باعتبارها عبء كبير. يعني مشروع الميزانية يحكي حتى على تقريبا عجز ب 13 مليار، وهذا اعتقد عجز يفوق قدرة الاقتصاد متاعنا ويفوق، وضروري إيجاد الحلول يعني لمواجهة هذا العجز. بالنسبة للمقترحات اللي تم اقتراحها بالنسبة للحد من المصاريف، احنا الحد من المصاريف يعني كانت المقترحة اللي تم تقديمه البارح هو إرجاء يعني إرجاء زيادات اللي كانت مقررة 2017 و2018 ل2019، لكن أعتقد جانا الرد اليوم من الاتحاد العام التونسي للشغل أنه هذا يعني غير ممكن. وأنا كان ينجم يساعد بطبيعه بالنسبه للضريبه على الاعراف وجدت يعني يساعد. المساله الاساسيه امينه في اي اجراء، في اي اجراء يعني اللي باش تقوم بها الدوله، المساله اولا العجز. كم هو العجز؟ العجز هو ب 13 مليار دينار عفوا. كان هام وضروري انه نعطيه تقريبا انعكاسات كل اجراء وقدره، بالتالي يكون عندنا فكره على قدره هذه الاجراءات على الحد من هذا العجز. انا بصراحه دائما في مساله انا التحدي الاساسي والرئيسي نقولها انه المداخيل تاتي من النمو، والهاجس الاساسي في كل عمليه ضغط على أزمة ميزانية الدولة هي إعادة النمو، إعادة النمو من خلال الاستثمار. اللي نعرفوه والمتعارف عليه وحتى في بعض يعني الضريبة ليست الحل، المتعارف عليها مينا أنه الضغط الجبائي ما سندش أو ما يساعدش النمو باعتباره يحد من الطلب. احنا نشوفه اليوم مثلا حتى في فرنسا يعني حديث كبير حول مسألة الضغط الجبائي. أنا في تقديري كان ضروري المواصلة أكثر في يعني الأسيات فيسكال يعني في القاعدة الجبائية يعني توسيعها أكثر، العمل على بمعنى توسيع القاعدة الجبائية توسيع أكثر. يعني أنت ترى أنه هذه الإجراءات التي تحدث عليها السيد يوسف الشاهد البارح هي فيها ضغط جبائي اللي أنت تراه مش ناجح في هذه الوضعيات، تعتبره أنه توسيع القاعدة الجبائية هو أنا أمينة توسيعها كيفاش يكون؟ توسيعها أنا كنت كما قلت دائما أنا كنت ضد الضغط الجبائي، وحتى كي كنت متحمل الوزارة يعني ثم جات بعض القرارات اللي ظرفية مثلا عملنا معناها بعض الإجراءات الظرفية، لكن قلنا رأي ظرفية. أما الحاجة الأساسية هي توسيع القاعدة الجبائية. نعطي مثال يعني احنا عملنا في عام 2014 خذينا قرار متاع إخراج تقريبا 70% من القطاعات، يعني هذوما اللي غير يعني القطاعات اللي حبينا ندخلوها من رجيم فورفيتير، حبينا ندخلوها يعني للرجيم ريال، حبينا ندخلوها يعني للنظام الجبائي العادي. يعني وين وصلنا في القرارات هذه؟ يعني هل تم تطبيقها؟ كيفاش إمكانية هذا يدخل في إطار توزيع القاعدة، توسيع القاعدة الجبائية؟ لأنه استمرارية ما صارتش بعدكم في الوزارة، صارت بقى أعتقد ضروري معناها متابعتها، ضروري تقديمها، ضروري الدفع فيها، باعتبار أنه في رأيي يعني الهام والأساسي هو توسيع القاعدة الجبائية. حكينا زادة كيف يعني على المهن توسيع الحرة. القاعدة فلا هو المهن الحرة وصلنا في المهن الحرة يعني في يعني نخرج ونوصل إلى وضعية أنه الواجب الجبائي هو واجب ضروري وأساسي ويلزم تقوم به كل يعني الشرائح الاجتماعية. زادة كذلك خذينا عديد القرارات في مكافحة التهريب، التهرب الجبائي، مكافحة التهريب. إذا هذه أعتقد كانت قرارات طيب هامة وضرورية. خلينا نزيد نتحدث على إمكانيات الدولة اليوم، وانت تحدثت على الوضع العام تاع الاقتصاد اليوم في تونس، تحدث زادة البارح السيد يوسف الشاهد على أنه الدولة ستدعم كل من يريد، على من يريد مسكن اجتماعي بتمويل ذاتي 30,000 دينار. هل أنه الدولة قادرة على ذلك؟ هل أن هذا إجراء ممكن في يد الدولة أنها تعمله
في هذا الوضع؟ والله احنا نشوفوا قانون المالية يعني والإجراءات هذه الكل باش تكون موجودة في قانون المالية باش نشوفوا يعني من أين ستأتي يعني الدولة بالإمكانيات للتمويل. هي عديد الأفكار وعديد المقترحات التي تم تقديمها، هذه ضروري نظر إلى قانون المالية باش نشوفوا كيفاش باش يوقع يعني تمويلها، مثلا الإجراءات هذه متاع الإجراءات مثلا في تنقيص في يعني في الجباية على أنا سي حكيم نتحدث معك كأستاذ اقتصاد ووزير سابق في المالية، معناها حتى بقطع النظر على القانون أو مشروع القانون لفوزابيليتي متاع الإجراء هذية تراها أنت منطقية واقعية تنجم تصير وإلا لا؟ أنا في تقديري في الظروف هذية تمويل ذاتي للدولة بثلاثين ألف دينار لكل شخص يريد مسكنا اجتماعي، أنا في تقديري في الظروف هذية يعني كان المفروض يعني التركيز اساسا على ايجاد يعني على الترفيع في يعني على الترفيع في في مداخيل الدوله مداخيل الدوله ثم التحكم بقدر اكثر ما يمكن يعني في المصاريف. هذا اعتقد يعني المعادله يعني كنا المفروض يعني على الاقل في 2017 نحاولوا يعني نمسكوا التوازنات الماليه ونتحكم اكثر في التوازنات الماليه، وهذا يتم من خلال يعني توسيع القاعدة الجبائية، العمل على توسيعها بأكثر يعني بأكثر جرأة بأكثر ممكن حدة وبأكثر أهمية التركيز عليها، لكن في نفس الوقت يعني الضغط أقصى ما يمكن يعني على المصاريف باش يعني نحاول. ما معنى الضغط على المصاريف؟ على مصاريف الدولة؟ على يعني مصاريف سياسة الدولة. تقشف؟ لا مش سياسة تقشف، احنا دائما قلنا يعني مش سياسة تقشف، لكن المصاريف اللي يعني ما عندهاش تأثير على النمو، المصاريف اللي ما عندهاش تأثير، مثلا ضروري حماية مصاريف يعني كل مثلا الاستثمارات هذه المحافظة عليها، تبقى المصاريف اللي ما عندهاش تأثير على النمو، المصاريف اللي ما يشبش تساعد النمو ضروري يعني التحكم فيها. طيب. وكل ما يعني كل مصاريف الموجهة للاستهلاك، الاستهلاك العمومي، الاستهلاك المصاريف الإدارة، يعني عديد المصاريف هذه، مثلا مسألة يعني احنا بدينا في برنامج طموح وبرنامج هام جدا يعني في حكاية لي سوبونسيون يعني ونوصلنا فيه، يعني هل المصاريف هذه نقص يعني سعر البترول نقص طريقة كبيرة، احنا بدأنا البرنامج الطموح هذا في التنقيص من يعني لي سوبونسيون، وكان البترول تقريبا 110 دولار، هذا زاد كذلك مجال كبير يعني متاع عمل من أجل أن نتحكم أكثر في مصاريف. يعني انتظرتوا أنه حتى بعد خروجكم من الوزارة أنه يتم المواصلة فيه أكثر في تخفيض في نفقات البترول. الدعم الشيء في نفقات اللي ما صارش عندك تفسير لذلك ولا؟ والله يعني هي وكأنه حكومة تمشي حكومة تجي ولكن فينالمون الاستمرارية ما تصيرش، كأنه تصير القطيعة بين كل حكومة وكل وزارة. هو أنا أعتقد أنه مثلا نعطي عديد الأشياء اللي تم يعني الإعلان عليها واللي ضروري، احنا قلنا مثلا قلنا المشكلة من المشاكل الكبيرة هي مسألة يعني في التهرب الجبائي. نعم. التهرب الجبائي قضية مسألة أساسية وجوهرية في التهرب الجبائي، هي مسألة يعني الأداء على القيمة المضافة، الأداء على القيمة المضافة TVA للناس ما تدفعهاش، والناس يعني وعملنا مسألة هامة اللي هي التنقيص يعني في كل ما هو نقد. هو المسائل وين جي والتهرب وين يجي وقتلة تكون الأمور نقد، يعني ما يعني ما ثماش فاتورات ما ثماش، وهذا قلنا احنا مثلا في 2014 قلنا ما تصيرش أي عملية يعني خلاص أكثر من 3000 دينار يعني نقد، فبالتالي يعني حاولنا نقص أكثر ما يمكن يعني من النقد من الكاش يعني في العملية هذه، باعتبار أنه يصعب يعني عملية التهرب الجبائي تصعب. مثلا هذه عديد الأشياء يعني مش نأكد اللي أنتم ما تعملوا يظهر لي إجراءات تجي حكومة أخرى ما تعرفش عندكم لا فيزيبيليتي على شنو عملت، وكأنه ليست هناك استمرارية كما ينبغي. هو الاستمرارية هذه وفي ملفات مهمة كما الاقتصاد وكما المالية، معناها الاستمرارية هذه المفروض أنه يعني الوزارات المعنية الوزارة المالية ووزارة وزارة التعاون الدولي هي المفروض تواصل في تطبيق هذه الإجراءات وتحاول أنه تتغير الحكومات في الديمقراطية. في وزارة المالية الحاليين تسألهم تقول لهم أين هي مجموعة يعني هي بصفة عامة أو الخطط اللي حطيناها هي بصفة عامة لمينة، هي بصفة عامة يعني هناك مسألة هامة بالنسبة لنا بالنسبة للدولة هي
مسألة التواصل يعني في القرارات وفي الإجراءات وفي تنفيذها وفي هذا يعني ثم تواصل في هذا المجال يعني ثم يعني ثم خلينا نقول هذا ثم يعني مجال كبير لتطوير وتحسين عملية التواصل من أجل أن القرارات اللي تم أخذها يقع تطبيقها البناء عليها ويقع البناء عليها. نعم نقطة أخرى تحدث عليها السيد يوسف الشايل البارح، تحدث على بعض 5 صناديق للقروض الصغرى قيمتها الجملية 250 مليون دينار. نجاعة هذا المشروع أيضا أو الفكرة أو الإجراء والفيزابيليتي متاعه زادة والله بالنسبة لل الواقعي اليوم وإلا لا بالنسبة لل يعني بالنسبة للقوانين بالنسبة أنا مذكر من التجربة اللي عملناها يعني قمنا تقريبا تقريبا وضعنا في ميزانية القانون المالية التكميلي 2014 150 مليون دينار من أجل دعم الاستثمار، وال150 مليون دينار هذوما يعني الظروف اللي يعني تقريبا تصرف منهم تقريبا 70% فقط يعني من ال150 مليون دينار. تبقى أعتقد أنا المسألة هي كيفاش باش يوقع أحداث الصناديق هذه. أعتقد هناك يعني هناك بنوك، هناك أنا ضد دائما فكرة احداث صناديق جديده. اعتقد هناك يعني مثلا بنك المؤسسات الصغرى اللي ممكن دعم التمويل نتاعه ودعم يعني راس المال نتاعه من اجل يقوم بالدوره هذه. اعتقد يعني هناك مؤسسات ضروري دعمها باش انها تواصل لتدعم الاستثمار، وهذا اللي قمنا به احنا يعني ايجاد اموال من الدوله الى يعني مثلا عندنا يعني البي تي اس بنك التضامن اللي زاد كيف قاعد يقوم بعمل كبير بناء على هذه المؤسسات يعني وضع صناديق اخرى بدون الخلق يعني صناديق يعني جديده. نضرب فينا ونحب ناخذ رايك في برشا نقاط وبصفه برقيه كان تسمح. تحدث على انشاء شرطه جبائيه، هل هذا اجراء ينجم يكون على مدى بعيد ولا قريب، ينجم يصير بسرعه ولا لا؟ والله القرار هذا كما بعض عديد القرارات الأخرى، القرار هذا تم يعني بدأ العمل به في تونس تقريبا منذ 2012 يعني إيجاد هالشرطة الجبائية وإيجاد المسألة الكل هي في تقوية الرقابة الجبائية، وإحنا نعم. كيف يعني عملنا في الإطار هذا وحتى حكومات أي يعني حكومات واقعي هذا الإجراء يعني هذا إجراء المفروض القيام به، والمفروض أنه يدخل في إطار يعني دعم الدعم الإدارة الجبائية ودعم يعني مردودية الإدارة الجبائية من أجل أن تكون قادرة على يعني القيام بالعمل متاعها، ومن أجل أن تكون قادرة على إيجاد يعني المداخيل اللازمة. نقطة مهمة جدا زادة يمكن كل الناس تهتم بها، هو تحدث على أنه شهري أكتوبر باش تتصب، ما بعد أكتوبر نجم نكون عندنا فيزيبيليتي؟ وهوني نتحدث معك كوزير سابق عندك فكرة على المالية العمومية وأيضا كأستاذ اقتصاد. والله هو أعتقد البارح أشار إلى أنه يعني الوضعية المالية متاع شهر أكتوبر يعني على الأقل التزامات الدولة لنهاية شهر أكتوبر يعني أكد البارح أنها يعني موجودة. تبقى احنا نعرف وأنا أنا قلت من سنوات أنه 2016 أنا وقت اللي كنت موجود في الوزارة قلوا لي 2014 صعيبة، نقول لهم 2014 صعيبة، تبقى 2016 و 2017 باش يكونوا أصعب. واعتقد انه باش يكون يعني وضعيه الماليه العموميه بالنسبه لنهايه السنه وبالنسبه ل 2017 باش تكون تحدي كبير، وان شاء الله يعني تلتف كل ابارتيغ من اكتوبر شاري نولي ونتسيت. لا انا اعتقد انه الدوله دور الدوله يعني الايفاء بالالتزامات نتاعها او اي حكومه يعني احنا بالرغم من كل الصعوبات يعني يعني تم الايفاء بالالتزامات نتاع الدوله، واعتقد هذه مهمه أمل. كل حكومه الايفاء بالالتزامات نتاعها. فما امل انه تفي هذه الحكومه بالتزاماتها؟ اعتقد هذا مسؤوليه مش امل يعني انه مسؤوليه كل الحكومات هو الايفاء بكل التزامات الدوله. وبربي نحب ناكد راهو التزامات الدوله ماهيش كان شاري بنك. نعم. التزامات الدوله هي الاستثمارات، هي تخليص يعني المؤسسات اللي تقوم بالاستثمارات، هي كل يعني التزامات هي المدنيه. نعم. الدين الداخلي الدين الخارجي هذه جمله التزامات الدوله، ومسؤوليه كل يعني حكومه هو الايفاء بهذه الالتزامات. جدا شكرا لك. يظل الاجراءات كي قريناها بالاجراء مش واقعيه برشا، على كل حال احنا نتمنى وإنها تكون ناجعة. شكرا لك سي حكيم بن حمودة على حضوركم معنا على الطرحات اللي قدمتها لنا. نشكركم في المتابعة. الموعد غدوة يكون مع زميلي برهان بسيس. نذكركم باش تتابعونا على الباج متاع تاسعة تي في على الفيسبوك، على هاشتاغ هنا الآن، وعلى الموقع متاعنا تاسعة تي في بوان تي في. كونوا في الموعد غدوة مع برهان من 6:30 حتى 8 غير دارجين. نعطيكم رونديفو إن شاء الله نهار الخميس الجاي في لمن وبسلامة.
Thank you.